اهلا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج بين قوسين نناقش فيها خطوره الفراغ الاداري في عدن نتيجه سيطره الانقلابيين على مؤسسات الدوله. منذ العاشر من أغسطس الجاري واليمنيون دون عاصمة، هذا ما يمكن قوله كوصف للوضع الحالي بعد انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. حالة فلتان وفوضى أمنية تشهدها عدن نتج عنها توقف شبه كلي لمؤسسات الدولة، وقد انعكس ذلك على مصالح المواطنين هناك. أيام وينتهي الشهر وسينتظر الناس مرتباتهم، كذلك الجوازات ودواوين الوزارات والمراجعات المتصلة بها، فضلا عن مكاتب المحافظات المحررة والتي كانت تمثل مرجعا لأبناء هذه المناطق، خصوصا النازحين الذين لا يقل عددهم عن 20,000 مواطن، فضلا عن الاحتياجات الخدمية لسكان محافظة بحجم أهمية عدن. في حلقة اليوم نناقش أبعاد الفراغ الإداري الذي تشهده عدن وأهمية حضور الدولة لمعالجة مصالح الناس ولو في حدها الأدنى، وما البدائل الممكنة والمفترض توفيرها لتستأنف المصالح الحكومية وظيفتها الإدارية. قبل البدء أرحب بضيوف الحلقة، وينضم إلينا الناشط الصحفي راجع عمار عبر الأقمار الصناعية، وسينضم إلينا عبر الهاتف نائب الملحق الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض الصحفي أنيس منصور، وأيضا سينضم إلينا عبر الهاتف نقيب المعلمين اليمنيين فرع الحديدة طارق سرور. أبدأ أرحب بضيفنا الأستاذ أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا أخي. بداية، ما الذي بقي من الحكومة في عدن؟ لم أسمع السؤال. تسمعني بشكل واضح أستاذ أنيس؟ أنا لم أسمعك، بس ما أدري شكلت الحكومة في السؤال. ما صوتي واضح لديك؟ أيوة سامع، أسمعك تفضل. أستاذ أنيس، ما الذي بقي من الحكومة في عدن بعد ما حدث فيما يخص، ونحن نناقش هذه الحلقة، تضرر ما حدث وأثره على المواطنين، على المرتبات، على الوضع ومعاناة الناس بشكل عام؟ طبعا لم يبقى من الحكومة شيء، لم يبقى من الحكومة يعني سوى ما تبقى من يعني ناس عندهم ضمير ضمى في بعض المؤسسات وفي بعض الخدمات في الجانب الإنساني. لكن شاهدنا يعني أنه مكاتب الخارجية علقت عملها، مكتب الخارجية، مكتب وزارة النقل، وزارة الداخلية، كثير من المؤسسات بدأت يعني عدن تحولت من قبلة لليمنيين، ثغر اليمن الباسم تحولت إلى قرية موحشة، تحولت إلى انقطاعات. يعني الآن يتبقى يعني شيء قليل جدا من المازوت والديزل. لمسألة تشغيل الكهرباء الخدمات تكاد تكون منقطعة، بعض الأحياء تشكو من عدم وجود البنية. حياة بائسة جدا، لن يستطيع المجلس الانفصالي أن يعمل شيئا. افتضح فضيحة كبيرة جدا، لا يوجد مقومات للانقلاب، لا يوجد بدائل للانقلاب، لم يوجد سوى أنهم دخلوا على صحيفة 14 أكتوبر وقاموا بتغيير يعني الانقلاب على عناوينها وترويستها. لم يوجد شيء ممكن أن يتعشم فيه. أعتقد أنه كما يقال رب ضارة نافعة، هناك كثير من الناس ربما كان لديهم مزاج انفصالي، كان لديهم مزاج للواقع الذي حاصل، لكن انصدموا الواقع. أول شيء عملية التصفية العنصرية والمناطقية، أنت تعرف أنه تمت مداهمة أحياء، هذه الأحياء واعتقالات واختطافات. هذه الاختطافات كانت يعني مخصصة لبعض الشخصيات المنتمين من محافظتي أبين وشبوة، وهذا يعيدنا إلى إنتاج الصراع الماضي ما بين ما يسمى بين فريقي الزمرة والطغمة. وسبب أن هؤلاء وقفوا مع الشرعية أو وقفوا مع الرئاسة، وبالتالي عملية فرز مناطقي وعنصري تحصل ببطاقة الهوية. هذا أولا. المؤسسات الإعلامية يعني الزملاء في صحيفة عدن الغد وفي عدد من المؤسسات أغلقوا المؤسسات وغادروا عدد من الصحفيين وعدد من الناشطين. وأقول لك أن بعض المنظمات بما فيها منظمات دولية ربما يوم السبت القادم أو الأحد القادم سيغلقوا، حسب ما وصلنا أنهم سيغلقوا أيضا مكاتبهم، وبالتالي سيتحمل هؤلاء تبعات ما حصل وما جرى. لكن يبدو أن المستجدات الأخيرة بموقف الحكومة وحديث المندوب اليمن في الأمم المتحدة اليوم كان واضحا أنه يحمل الإمارات
يعني تبعات وتداعيات ما حصل، وربما يصدر بعد قليل ايضا بيان لمجلس الامن. صدر بيان ايضا من الحكومه اليمنيه تحدث عن الامارات علنا بتحميلها المسؤوليه والتداعيات ويطالبها وغيرها، لكن البيان لم يكن بمستوى، انا ساكشف لكم معلومه يعني ممكن تستفيد منها وممكن يسمعها الراي العام. الحكومه، انا اقول لك ان الحكومه الشرعيه وقيادات الدوله كلهم جميعهم لهم موقف واضح، لانه لا يمكن ان نصل الى نتيجه الا الاستغناء عن دور الامارات العربيه المتحده بعد ان طال عددها واستمرت اطرفتها، هذه واحد. لكن يبدو ان هناك ضغوطات من الاشقاء في السعوديه، يعني شذبوا وحذفوا وعدلوا من البيان منذ كان الاجتماع للحكومه ان يكون امس، لكنه تاجل الى المساء، ثم تاجل من المساء الى اليوم، ثم تاجل من اليوم صباحا الى اليوم مساء. هكذا عملية التنقل حتى خرج البيان. ربما يكون البيان خطوة أولية واضحة، لكن لا يلبي طموحاتنا، لا يلبي مشاعرنا، لا يلبي القهر الذي وصل، لا يلبي تطلعات القتلى والشهداء الذين استشهدوا والوضع السيء الذي حاصل في عدن. طبعا أنا أقول لك أيضا هناك موجة نزوح كبيرة جدا شملت في عدن، يعني نزوح كثير جدا خايفين من حياتهم، من تعرق، من صراعات. طيب ساعود لك استاذ انيس، ساعود لك ونرحب بضيفنا ايضا عبر القمر الصناعي، انضم الينا الناشط والصحفي راجي عمر. اهلا بك استاذ راجي. اهلا وسهلا، حياكم الله. استاذ راجي، بالنسبه لك ما انعكاس ما حدث في عدن اليوم على مصالح المواطنين؟ هل هناك انعكاس وتاثير؟ ما حدث في عدن كان نتيجة طبيعية، والآن كونه تم تجهيز هذه الميليشيات من فترة مسبقة ودعمها سابقا، والآن توقفت الأعمال في الوزارات، في وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وأيضا البنك المركزي والمالية، وهذه بالتأكيد ستؤثر على الشعب اليمني بالكامل. الآن حتى المواد الأساسية لا تستطيع أن تستوردها، ولا تستطيع أن تستورد المواد النفطية أيضا، وكذلك المواد الخام، يعني سينقطع عن الشعب اليمني وسيتضرر الجميع في الشمال أو في الجنوب. طيب، وما يحدث كان كما قلت لك نتيجة طبيعية، من كونه كان يتشكل المجلس الانتقالي منذ فترة معينة، الآن انقلب ولم يدري إلى أين، يعني انقلاب إلى الهواء، لكن إلى أين؟ هل أنت مجهز الدولة أو أنك جاهز أنك تنقلب أو تعلن دولتك؟ لكن هكذا إلى الهواء وتحت مظلة هادي، يقول لك نحن انقلبنا لكن تحت شرعية هادي، وما نحن نبحث عن مدري إيش وعن الإرهاب. أنت الآن انقلبت ولم تستطع أن تجهز أن تعد للناس شيء، يعني أنت الآن توقفت مصلحة الهجرة والجوازات، مصلحة الأحوال المدنية، الآن المواطنين يبحث عن بطاقة، يبحث عن جواز سفر، جرحى، أصحاب فيز، الشعب اليمني كامل. دائما عدن هي الآن كانت تعتبر العاصمة اليمنية الحقيقية، يعني الآن شلت الحركة، لا يوجد شيء، موجات نزوح، تشريد الشماليين وإخراجهم من عدن، مشاكل لم يكن يتوقعها، يعني لم تكن في الحسبان بما وصل إليه إلى هذا الحد، انقلاب ولا يدرون إلى أين انقلاب. المجلس الانتقالي ما قام به من خطوة كانت خطوة غير موفقة، و تم كما قال الاستاذ انيس. ما الذي يجعلك تقول انقلاب؟ كان على اساس انهم انقلاب حاولوا ينقلبوا لكنهم لم يستطيعوا ان يديروا الدولة. بناء على ماذا تطرح هذا الراي؟ ما هي المعطيات اذا كان هناك من هو موجود داخل العاصمه المؤقته عدن ويقول ان الامور افضل والوضع مستقر اكثر والخدمات متوفره ولا تاثير لما حصل؟ طبعا الخدمات ربما تكون الخدمات متوفره او المواد الغذائيه لا زالت موجوده، لكن الان طالما والوزارات موقفة، وقفت وزارة الداخلية والمالية والخارجية وزارة النقل، الآن بالتأكيد سيتوقف، الآن بالتأكيد يعني الآن ربما هو موجود في المخزون، أما فيما فترة بسيطة الآن بقي معك 10 أيام على الرواتب. الآن الرواتب لا أعتقد أنهم بيستطيعوا أنهم يصرفوها الآن أو تصرف مرتبات الناس، الناس الآن بيصبح بدون مرتبات، بدون دخل يومي. لا زال الان ما لا زال هناك الذي موجود هو في المخزون، في ما هو موجود في المخازن، حتى المواد النفطيه، الكهرباء الان ربما تنقطع عن عدن بسبب انه لا يوجد استيراد للمشتقات النفطيه، وربما صعوب دخول هذه المواد والمواد الخام للمصانع، وايضا المواد الاساسيه من الدقيق والسكر والارز، هذه كلها
عبر البنك المركزي وعبر المالية يعني توقفت. لكن البنك المركزي ما زال يعمل في العاصمة المؤقتة عدن ولم يتأثر، ما زال البنك المركزي يعمل. وسأعود لك لأسألك، ما الذي يجعلك تتشائم وتقول أنه ربما قد تحصل أزمة في المرتبات في عدن؟ لكن أعود مرة أخرى للأستاذ أنيس منصور. أستاذ أنيس منصور، ما طرحته من توصيف للحالة في عدن قد يرى البعض أنها تشاؤمية من قبلك، لأن البعض يرى أن الوضع مستقر والوضع أفضل بالنسبة لأبناء المحافظات الجنوبية وتحديدا من هم في عدن، وأن ما تقوله أنت يأتي في إطار التهويل فقط. طبعا يقال الواقع واضح، الاستياء الشعبي أنت على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال يمكن لأي صحفي لأي قارئ لأي متابع أن ينزل ويستطلع الرأي العام شعبيا ومحليا ويشاهد حتى المستثمرين المنظمات الصحفيين كتبوا عن ذلك أنهم غادروا، الناشطين السياسيين القيادات النزوح أشياء واضحة يعني موثقة ومعروفة، عملية النهب والسلب والدخول على بيوت الناس أيضا واضح وموثقة، وأعتقد في بعض الفيديوهات وبعض الاستعراضات واضحة وضوح. الجماعة يريدوا أو هؤلاء يريدوا أن يستخدموا سياسة القمع من أجل فرض قانون أو فرض نظام، ولم يستطيعوا أن يعملوا شيء. هذه عبارة عن شنشنة أكاذيب لا يمكن لها أن تكون. يعني أنت عندما تشاهد مبنى الجوازات مغلق، هل هذا واضح؟ يعني في قرارات، في بيانات رسمية صدرت من وزارة الداخلية، من وزارة المملكة، من وزارة الخارجية، من عدد من الوزارات التي الآن نحن أيضا ربما على استقبال موعد أيضا عام دراسي، كيف سيكون العام الدراسي القادم؟ الوضع سيء جدا، لا نكذب على أنفسنا ونغلقها بهذه الأكاذيب والمصطلحات. لكن أستاذ أنيس، هذه القرارات لا تضر المواطن بشكل مباشر ويتأثر منها المواطن البسيط؟ توقيف المكاتب الخدمية؟ نعم نعم يا أخي، التضرر الضرر واضح الآن. انقطاعات الكهرباء في 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 ظل وضع فصل الصيف هذا عائق من ضمن العوائق، انقطاعات المياه، يعني أشياء كثيرة جدا تستطيع واحد أن يلخصها من خلال الواقع أو يستطيع واحد أن يستطلعها بوضوح. هذه المواضيع لا أعتقد أن في واحد يريد أن يعيدنا إلى مسلسل القديم اللي قالوا أو هتفوا وخرجوا في تخفيض الراتب، تخفيض الراتب واجب. يعني هذه كلام مرفوض. نحن اليوم في عالم غير العالم اللي كان سابقا، وفي منظومة غير المنظومة التي كانت سابقة، وبالعقلية التي ليست كانت عقلية سابقة. يعني عدن دمرت، الدمار والانتقال الآن مستمر في نهجه التدميري حتى وصل إلى أبيان، وربما يصل خلال الساعات القادمة والأيام القادمة إلى شبوة، وهكذا من دمار إلى دمار. هؤلاء يمارسوا، وبالتالي أنت لو تنظر أنهم يطالبوا الحكومة، انقلبوا على الحكومة ويحملوا الحكومة مسؤولية الوضع الإنساني. اليوم يعني نحن لا ندري نصدق الكلام الذي تقول أن الدنيا نعيم في نعيم، أم نصدق اليوم بيان مجلس الأمن أو إفادة المبعوث الأممي الذي تحدث عن عشرات القتلى، عشرات الجرحى، عشرات المختطفين، أشياء كثيرة جدا. هناك منظمات رفضت هذا الكلام، هناك مؤسسات. لا يمكن أن نقول الوضع في عدن سيء، ومن سيء إلى أسوأ. يعني الحياة ماتت، يعني أنت الآن مثلا في بعد الليل تحولت إلى أشباح ظلام، ما وجد إلا العصابات. هذه التي حولوها عدن إلى قرية، الفرز العنصري والفرز، يعني كل شيء يهون. لكن عندما يتم فرز العناء، أولا فرز مناطق عنصري، وشاهدنا ضد أبناء الشمال، ثم فرز مناطق عنصري ضد أبناء أبيان وشبوة، وبعد ذلك سيكون هناك فرز مناطق عنصري بين يافع والضالع، وبعد ذلك سيكون هناك فرز ما بين الضالع والصبيحة. إحنا في الجنوب تعودنا على دوامة صراع. المشروع الوطني هو الذي يحفظ تواجدنا كيمن واحد. طيب ساعد لك استاذ انيس، الصغيرة هي التي قزمتنا وجعلت كل قبيلة دولة. طيب تبقى معنا استاذ انيس وايضا استاذ راجي، نذهب لنشاهد هذا الاستطلاع حول موضوع الحلقة من محافظة الجوف، نتابع معنا. طبعا ما نراه اليوم في عدن من فراغ حكومي لاغلب مؤسسات الدولة، هذا يقوض ما تبقى من وجود الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. أيضا يعني ما لم يبقى شيء من أحلام اليمنيين أو ثقة اليمنيين في الحكومة الشرعية، وهذه عادت سلبا على المواطن اليمني. وما حدث من انقلاب على الحكومة الشرعية
داخل عدن كما حدث في صنعاء، هو بسبب فراغ المؤسسات الحكومية وغياب الدولة عن هذه المؤسسات. وأيضا شكلت دول التحالف اليوم التي خذلت الشعب اليمني أيضا معاناة كبيرة بسبب عدم وقوفها ضد الميليشيات الانقلابية في عدن بالوقفة الجادة. ما نراه اليوم من موقف التحالف العربي ضد ميليشيات المجلس الانتقالي، نحن اليمنيين لم نثق بهذه الوقفة، لابد على التحالف العربي أن يقوم بوقفة جادة لمنع هذه الأعمال الميليشاوية، وأيضا أن يدعم مؤسسات الدولة لكي تؤدي واجبها الحقيقي من أجل خدمة المواطن اليمني. يعني أنا عايش في عدن، غياب مؤسسات الدولة، غياب وجود الدولة، عدم حضورها بالشكل الصحيح، يعني 5 سنوات ونحن ننتظر، يعني الزجاجة إذا لم يملأها الماء يملأها الهواء. يعني كنا متوقعين من الدولة أن تحضر، أن تلامس يعني واقع الناس، همومهم، أن تحل قضاياهم، لكن للأسف الدولة خذلتنا، الدولة يعني مغيبة تماما عما يحدث، سواء على الوضع الأمني، الوضع العسكري، الوضع السياسي في عدن، يعني كان مسيب، وكأن الدولة كأنها تحاول حل قضايا الناس يعني بالمهادنة، وكأنها يعني مجرد مشيخة لا تفرض سلطتها على الأمر الواقع، كانت تحاول أن تحل حل، وكأن يعني هناك قضايا شخصية فيما بين يعني الناس العايشين داخل المجتمع، وبالتالي ما حدث هو يعني ناتجة طبيعية لغياب مؤسسات الدولة، لغياب يعني وجود فعل يعني رسمي من جانب الشرعية. هذا ما حصل في عدن. ما حصل في عدن كان نتيجة تسيب من قبل الحكومة الشرعية، حيث تركت للحزام الأمني مسكوا المؤسسات العسكرية الشرعية، شرعنة الانقلاب في صنعاء. أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعي الأستاذ راجي. بعض الوزارات أصدرت قرارات توقيف لمكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، تعليقك، هل هذه القرارات مجدية وما رأيك في هذه القرارات؟ ولماذا في بداية حديثك تشاءمت ربما في موضوع مهم بالنسبة للمواطن البسيط والذي يتسلم مرتبات، أنه قد ربما تحصل أزمة في المرتبات، مع أنه كما هو معلوم البنك المركزي ما زال يعمل في عدن، وأيضا التحالف هو من يدعم ربما بجزء من هذه الإيرادات والمخصصات، ما الذي يجعله يتوقف عن ذلك إذا كان هو كما تقول من يدعم ما حصل في عدن؟ طبعا أنت شاهدت الاستطلاع وكنت سألتني سابقا عن أن الوضع ربما مستقر في عدن. الآن هناك احتقانات في أوساط الشعب اليمني، والجميع متذمر مما حدث في عدن الآن. طبعا هناك تعليق للوزارة الداخلية، كما أعلن أعتقد اللواء الميسري أنه تم تعليق الوزارة الداخلية وأيضا المالية وكذلك وزارة النقل، والبنك المركزي ليس لدي معلومة كاملة هل أنه توقف أم لم يتوقف، لا أدري إلى حد الآن، ولا توجد دلائل على ذلك، ربما أنه كان فترة إجازة العيد أو ربما الآن فتح أو لم يدام. صدر بيان عن البنك المركزي أنه سيستعيد أعمال أنه سيداوم البنك المركزي في بعد إجازة العيد بالضبط، ولكن هل لا ليس لدي معلومة هل تم الدوام اليوم وداوم الناس في البنك المركزي، أو كيف سيتم مثلا توصيل المرتبات طالما وغياب الحكومة تماما عن ووجودها تماما في داخل عدن. الآن الوزراء والوكلاء وجميع من كانوا موجودين في عدن لم يعودوا متواجدين الآن في عدن بسبب ما حدث، بسبب الانقلاب هذا المدعوم خارجيا. الآن كيف بتتم المعاملة؟ يعني البنك المركزي نفترض أنه داوم اليوم، كيف ستتم المعاملة مثلا؟ هل سيسمحوا للتجار الشماليين بالدخول إلى عدن وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي؟ هل سيسمحون للطلاب بدخول عدن للمعاملات لأصحاب المنح، أصحاب الجوازات، أصحاب البطائق؟ هل سيسمحون لهم بالدخول؟ هذا أسئلة كثيرة لا 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 ربما تطرح نفسها. وأيضا أنت شاهدت الاستطلاع الآن، الشعب اليمني متذمر تماما، ربما غياب الشرعية أو ضعفها نوعا ما، أو ربما هناك ضغوطات خارجية، وأيضا دولة الإمارات هي الداعم الرسمي للمجلس الانتقالي وداعمة بالسلاح والمال والرواتب، لا ندري رغم أن معظمهم يتبعون المنطقة الشمالية، وبالتالي ما دام هناك هذا الدعم الذي تتحدث عنه، لكن الجميع ربما لا يتأثر،
يستمر هذا الدعم ولا يحصل أي تأثر في مستوى الخدمات التي تقدم للناس حتى لا يفشل المجلس الانتقالي أمام الناس؟ لا أعتقد أنه هو دعم للميليشيا فقط، دعم للتخريب لكن ليس دعم للإصلاح، هو دعم للتخريب. أما أنه دعم أنه سيتكفل بمرتبات الناس لا أعتقد أنه يعملها، وهذا ما حدث الآن. نفس الطريقة نفسها والطريقة ذاتها التي حدثت في صنعاء إبان توقيع اتفاقية السلم والشراكة، الآن السعودية تدعم الشرعية على الطاولة والإمارات تدعم الانتقالي على الأرض. بالأمس دخلوا أبين وقبلها عدن، والآن اجتماع الحكومة اليوم، اجتمعت الحكومة في الرياض، ولا ندري، لا أدري، أعتقد أنا خرجت للحلقة ولم أعلم ما هي المخرجات التي تم أو ما هو البيان، أو ربما صدر بيان أو ما شابه ذلك، لكن لا ندري ما الذي حدث. وأمس اجتماع الرئيس كان ودعم المملكة العربية السعودية وقوفها مع اليمن ومنعها لهذا الانقلاب كما صرح المسؤولين السعوديين وكما صرح الملك سلمان، وايضا انتظار الشرعيه بهكذا. لا ندري ما هي الحلول والى متى وماذا بعد هذا. الان ابين وبعد ابين ربما شبوه، وبعد شبوه لا ندري، لا ربما حضرموت او ربما هناك اشكالات لا ندري ما هي الاسباب. غياب كامل للشرعيه، وكما قال اليوم غريفت في إحاطته لدى الأمم المتحدة اليوم، قال أن انقلاب عدن أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، وأيضا أن الانقلاب هذا هو يقوض أعمال الشرعية ويمنعها من ممارسة مهامها بشكل صحيح وبشكل دائم. هم يقولون نحن المجلس الانتقالي ودولة الجنوب، لكن لم يعلنوا عن دولة، ولكن يقول لك نحن انقلبنا لكننا مع الشرعية وتبع شرعية هادي. كيف تريد أن تستوليت على كل المؤسسات، استوليت على المعسكرات، استوليت على 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 كل الحياة الرسمية في داخل عدن، وتقول تتبع هذه؟ كيف تتبع هذه؟ يعني أنت لا تسمح له بدخوله إلى عدن، ولن تسمح للحكومة بالدخول إلى عدن، وأيضا طائرة الرئيس نفسها لم تستطيع النزول إلى مطار عدن، وتقول أنك تابع للرئيس هادي. هناك إشكالات وهناك اعتقد تناقضات جمة، لا ندري ما هو الرد خلال. طيب سأعودك سدراجي، وانا انتظر من الحكومه الشرعيه حل او انتظار جذري. طيب اعود للاستاذ انيس منصور. استاذ انيس منصور، كما قلت اليوم ربما مجلس الانتقال الجنوبي بعد ما حدث وقاموا به من انقلاب على الحكومه الشرعيه في عدن، لكنه ما زالوا يحملوا الحكومه المسؤوليه فيما يتعلق بالخدمات ووضع المواطنين بشكل عام. هل الحكومه ستتخلى عن مسؤولياتها كطرف معني ومسؤول؟ استاذ انيس، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أنيس منصور. حاول مرة أخرى. أستاذ أنيس تسمعني؟ طيب أنقل السؤال للأستاذ راجي. أستاذ راجي، رغم كل ما حصل لكن الحكومة يحملوها المسؤولية أنه ربما هي المعني والطرف المعني والمسؤول عن توفير الخدمات وتطبيع الحياة للمواطنين، هل ستتخلى الحكومة عن هذه المسؤولية؟ طبعا هذا هو المضحك في الموضوع. يعني أنت انقلبت على الدولة والمجلس الانتقالي أعلن. يا أخي نريد أن نوصل لهم فكرة، ولهم وللحوثيين أيضا في الشمال، أن الانقلاب على الدولة ليس معناه طقمين وشاص أو أربعة أو خمسة مرافقين وتقول أنك استوليت على الدولة والآن أنت أصبحت المسؤول. الدولة هي مسؤولية ومواطنين، ولديك شعب يتضرر من هذه الانقلابات. كيف تحمل الحكومة أن تنتظر من الحكومة أن تتدخل؟ أنت طردت الحكومة من داخل عدن، وطردتها من كل الأماكن والجهات الحكومية، وتريد أن تحمل الحكومة مسؤولية المرتبات ومسؤولية الإخفاقات التي تحدث، إبان انقلابك أنت. هذا هو المضحك في الموضوع. لا أدري، لا في الأخير بعد ما حدث الانقلاب في الشمال يا أستاذ راجي، حدث انقلاب في الشمال وحملت الحكومة المسؤولية والتزمت وصرفت مرتبات الناس في مناطق الانقلاب، وربما يتكرر الوضع أيضا في الجنوب الآن. طبعا بالضبط، هذا ما حدث، لكن الحكومة في الأخير سحبت البنك المركزي بعد أن سحبت البنك المركزي من صنعاء وعادته إلى عدن
بعد ماذا؟ بعد ما قامت الميليشيا بنهب كل الأموال الموجودة فيه وأخذت أموال الشعب اليمني وأموال الجميع حتى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي كانت هي فلوس مطروحة في البنك للمتقاعدين أخذتها بالكامل مليارات يعني نهبت. حينها تدخلت الحكومة لسحب البنك المركزي إلى عدن. الآن هل سيتم من الحكومة أن تسحب البنك المركزي أو تسحب حكوماتها إلى الخارج مثلا أم ستسحب الجهات الحكومية إلى خارج اليمن؟ هذا ما لا أدري ماذا ينتظرون. يريدون الرواتب من الشرعية ومن الحكومة ويقول لك نحن مسيطرين على الأرض. طيب سيطر على الأرض ونفذ أعمال الدولة لكن لا يستطيع، وهذا هو عمل الميليشيا دوما وأبدا. الميليشيا دائما لا تستطيع أن تكون دولة، ولا يمكن أن تكون في الأول والأخير لا يمكن أن تكون دولة، ولا يمكن أن تستولي على البلاد بهذه الطريقة. هذه طريقة مرفوضة وطريقة عصابات وطريقة ميليشيات تريد. طيب. دولة وتريد أن تنقلب. لا أدري الخلل، لا ندري في ماذا، وننتظر من الحكومة عمل شيء. السكوت والصمت هذا يا أخي، إذا كانت هناك ضغوطات على الحكومة أو أن هناك ضغوطات لا تستطيع يا أخي أخرج وكاشف الناس، كاشف الناس ودي إيش الموضوع إيش الخبر، والشعب اليمني ربما يتفهم. أما الصمت هذا المزري هذا هو الذي يتساءل الشعب اليمني جميعا لماذا هذا الصمت وبانتظار. وكما شاهدت الاستطلاع الشعب اليمني يغلي في داخل في اليمن. سأعود لك أستاذ راجي نشارك معنا بالنقاش، نحن بالانتظار وهذا ما ستبينه الأيام القادمة. سأعود لك ونشارك معنا أيضا نقيب المعلمين اليمنيين في الحديدة الأستاذ طارق سرور. أهلا بك أستاذ طارق. مرحبا لك كريم. أستاذ طارق، هل تؤيد قرار توقيف مكاتب الوزارة في عدن؟ أخي الكريم، حقيقة أنا لا أؤيد هذا القرار. هذا القرار هو يصب في مصلحة الميليشيات، يصب يؤثر على مصلحة المواطن الذي المتضرر الأول هو المواطن. يجب أن تكون معالجات أكبر من هكذا، يجب أن تكون معالجات حاسمة لإعادة الوضع ولإعادة الشرعية، يجب أن تكون معالجات بقوة ووضوح من قبل التحالف لإعادة الشرعية. أما أن الحكومة هي حقيقة في موقف ضعيف هذا واضح للجميع، والحكومة الشرعية خذلت من التحالف للأسف الشديد. لكن أيضا سكوت الحكومة إلى الآن والرئاسة يثير الشكوك لدى الكثير من المتابعين والمهتمين. الخلاصة بالأمر يجب أن تكون هناك تحرك واضح وقوي بإعادة الشرعية وإعادة المؤسسات. الحكومة باتخاذ هذا الإجراء هي تزيد من غضب المواطنين ضدها بالدرجة الأولى. يجب أن تكون هناك خيارات، إما أن تعود الحكومة بقوة التحالف وإما أن تصارح الشعب بأن غير مرغوب بها وبأن هذه الإجراءات تتم بموافقة التحالف. طيب، هناك الكثير من النازحين من محافظة الحديدة إلى عدن، كيف هو وضعهم الآن وهل هناك من تأثير معين عليهم؟ طبيعي أخي الكريم، النازحين لديهم وضع سيء ومؤلم منذ نزوحهم من محافظة الحديدة إلى عدن وبقية المحافظات المحررة أو مجازاً، وكانوا يعانون معاناة كبيرة في عدم وصول المواد الغذائية، في عدم توفر مخيمات ذات البنية التحتية المتكاملة، في عدم توفر أعمال لهم، وانحصرت المخيمات فقط في 3 مخيمات لا تفي إلا ب10% من عدد نازحي الحديدة. ولكن مع هذا الوضع ازداد وضعهم سوءا وازداد ألما. نحن كنازحين اتهاما بشكل عام نازحي الحديدة أصبحنا نعاني من فراغ. على الأقل كانت هناك محافظة مقر محافظة مؤقت لنا في عدن نلجأ إليه لحل بعض الإشكالات وللتواصل معه وللبلاغات وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد مع هذه الإجراءات تم اقتحام مقر المحافظة وتم نهبه للأسف الشديد وأغلق المقر وأصبحنا لا بدون مرجع نهائيا. لا يستطيع من تعرض لأي ضرر أو لأي إشكال أن يجد له مرجع يبلغه
بما تعرض له، بالتالي صار وضع النازحين وضع مؤلم جدا. على المحافظة أن تعيد ترتيب أمورها وأن تعيد ترتيب أمورها وتفتح مقرها في الخوخة المديرية المحررة وتباشر أعمالها من هناك. طيب سنعود نتحدث عن هذه النقطة أستاذ طارق، وما التحديات التي تمنع من حدوث ذلك فيما يخص محافظة الحديدة؟ أعود لأستاذ راجي. أستاذ راجي، برأيك ما هي أهم الخدمات التي ينبغي ألا تتأثر بما حصل في عدن، وأنه يفترض أن تستمر حتى لا يتضرر المواطنين؟ بالتأكيد كل الخدمات هي مطلوبة للشعب اليمني ولأبناء عدن ولأبناء الشمال ولأبناء الجنوب. الخدمات كلها مكملة لبعضها، مثلا الكهرباء هي ربما تكون هي الأهم، والمشتقات النفطية، وأيضا البنك المركزي كما قلت أنه ربما أعلن عن الدوام. لكن وزارة المالية حين تعلق عملها، معناها أن تعليق وزارة المالية معناها تعليق الإيرادات، وتعليق الإيرادات معناها تعليق البنك المركزي. لا يستطيع البنك المركزي العمل بدون وزارة المالية، هذا للعلم. أما دوام البنك المركزي وهو غير مرتبط بالمالية، لا، غير مجدي. وأيضا الخدمات المهمة، الكهرباء، المياه، الصحة، أيضا المواد الطبية، كل هذه الأمور مهمة وكلها تكمل بعضها. لكن أما بخصوص موضوع الانقلاب الحاصل الآن وما يحدث الآن، هو ننتظر من المملكة العربية السعودية التدخل خلال هذه اليومين، لأنها قيضت أعمال الشرعية، والشرعية لم تستطيع أن تعمل شيء، خاصة وأن الإمارة داعمة وبقوة، وناشطيها يتكلمون بهذا الكلام عيانا بيانا. لم يعد هناك ما يخفوه. الآن يتكلمون أن هناك المجلس الانتقالي مدعوم إماراتيا ومن حقهم أن يعلنوا دولتهم. طيب يا أخي، كيف يعني يعلنوا دولتهم وأنت تقول أنهم شرعية تابعين لهادي، وأنت أتيت مع التحالف باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية اليمنية، وأنت أول من تقيد هذه الشرعية والعمل فيها في داخل عدن، وتشل عمل الحكومة في داخل عدن بدعمك لكيانات موازية لميليشيات لا ندري من أين أتت، مدعومة ربما إماراتيا، مدعومة إيرانيا، لا أحد يدري. هي كما حدث في بعض الجهات، أنها الجميع يقول أن الدعم الأول والأساسي هو من إيران، دعم هذه الميليشيات المجلس الانتقالي. كون الانتقالي كان لديه ارتباط بحزب الله، ولديه ارتباط بتدريب جنوده هناك، وأيضا ارتباط بإيران من عام 2007، والدعم الإيراني موجود، والحكومة اليمنية والرئيس هادي يعلم ذلك من البداية. هناك اختلالات لا ندري ما هي العمل، وننتظر كما قلت لك النتائج القادمة. طيب، وننتظر من الشرعية ومن الحكومة عمل شيء، وإلا يخرجوا يكاشفوا الناس بماذا يحدث. طيب، سأعود لك. نعود مرة أخرى للأستاذ أنيس منصور. أستاذ أنيس، أهلا بك مرة أخرى، تسمعني الآن؟ نعم. أستاذ أنيس، اليوم ما الذي ينبغي على الحكومة أن تفعله لتطبيع الخدمات على الأقل ورعاية احتياجات المواطنين؟ طبعا الحكومة هي وضعت الإنقلابيين في حجر الزاوية بإجراءاتها. لا يمكن للحكومة أن تعمل شيء إلا أنها تحسم الموقف مركزيا. المعالجات الداخلية لا يمكن أن تكون في ظل وجود فوضى، في ظل وجود عدم قبول الحكومة وعدم تواجدها. أنت رافض للحكومة ولم تستطع أن تلبي تطلعاتهم، أو لم تستطع أن تلبي خدماتهم. هي هنا تفضح المجلس الانتقالي، وبالتالي هذه الإجراءات اللي تمت والقرارات تأتي ضمن العقوبة. الحكومة الذي ستقوم به هي مضاعفة العقوبات. هناك إجراءات أخرى على ضوءها أيضا سيتم، ربما بعض المكاتب وبعض المؤسسات ستغادر كما قلت لك، وسيستمر الوضع كما هو، وبالتالي ربما هناك سيكون سخطا شعبيا أو عارما، وربما يضع المجلس الانتقالي في وضع محرج. لأنه المؤسف جدا أن الذين دعموا للانقلاب لم يدعموهم حتى بالخدمات والكهرباء، دعموهم بتمويل مالي خاص بصحيفة 14 أكتوبر. ما هذه مهزلة، يعني أن تقوم مؤسسة أبو ظبي للإعلام بالدعم عن مؤسسة 14 أكتوبر بعد أن تم توقيف الجانب المالي بتوجيه من وزير الإعلام. هؤلاء ذهبوا واهتموا بموضوع الإعلام لكي يسوقوا أنفسهم وذاتهم ومشروعهم. لكن أنا أقول لك أن الحكومة مستمرة في مسألة تحجيم
وطرح المزيد من البذل في الانتقال الذي لن يصمد امام توفير خدمات الشعب، لانه يا اخي الدوله لها قيمه. انا اتحدث معك الان واخاطب الشعب في ابناء عدن، اقول لهم هناك مثل يمني يقول يعني مع الدوله ولو كانت عكاز، او مع الدوله ولو كانت رماد، وفي مثال يقول يعني شبر مع الدوله ولا او ذراع مع ولا شبر على القبيله. يعني شيء هذه يعني موضوع مهم جدا. الدوله لها رمزيه، لها قيمه، لها معنى، لها اسس. لكن عندما تكون اصابات، وهذه الاصابات الان تمارس سلوك سيء جدا على مستوى المناطق وعلى مستوى البيوت وعلى مستوى المزاحمات، ما هم مؤهلين لان يكونوا رجال دوله. ان تاتي لي ناس اميين لا يقرؤون ولا يكتبون وتنزل لهم، لا فرق بينهم وبين الحوثي. هؤلاء يعني الوضع الان عادت عمليه الاغتيالات بعضها تحمل الارهاب وهي تصفيات داخليه. اشكرك استاذ انيس. لن تعمل اي شيء، الحكومه ضاعت من اجراءاتها ضد الانقلابيين. وهناك تحرك ربما الان بدات البيانات الحكومه، كان بيانا يعني عند لا باس به، بيانات متواليه لمساله موضوع دور المجلس الانتقالي. اذا استمر في هذا فان نحن قادمين على كارثه كبيره جدا، وفي الاخير المنتصر هم الحوثي. هذه شكرا جزيلا لك استاذ انيس. ما يحصل هو يقدم نصرا للحوثيين. شكرا لك انيس منصور نائب الملحق الاعلامي في السفاره اليمنيه في الرياض، شكرا جزيلا لك. لن نذهب لنشاهد هذا الاستطلاع من تعز حول الموضوع. هناك مشكلة كبيرة بسبب توقف مؤسسات الدولة. احنا نطالب الآن برئاسة الجمهورية، جميع الوزراء بممارسة مهامهم من مناطق أخرى، اتخاذ مثلا كسبيل المثال اتخاذ مارب عاصمة مؤقتة بدل محافظة عدن، لأنها أكثر استقرار أكثر أمنا، بعيدا عن الانقلابات الحاصلة، بعيدا عن الميليشيات التي تدعمها جهات أخرى. نحن نطالب الدولة ورئاسة الجمهورية بإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة. المواطن ينتظر الخدمات التي يعني تقوم بها المؤسسات والمكاتب الحكومية والمكاتب التنفيذية، وبدون تلك الخدمات تتوقف الحياة وتبقى في شلل تام. طبعا الخطورة التي تكمن في هذا الموضوع هو رحيل أو انسحاب تلك المجاميع المسلحة وبما يسمى بالقوات المجلس الانتقالي أو ميليشيات المجلس الانتقالي إلى الأماكن السابقة حتى تتيح للدولة أن تمارس عملها. ليس من المعقول أن يوجد هناك مشرفين كما يحصل في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. هناك دولة تقوم بواجبها، اتركوا الدولة تقوم بواجبها حتى لا يتأثر المواطن. هناك مسافرين، هناك أطباء يريدون أن يزاولون أعمالهم، هناك البنك المركزي، هناك خدمات. إذن تابعنا هذا الاستطلاع من تعز، وأعود لضيفنا من نقيب المعلمين في الحديدة الأستاذ طارق سرور. أستاذ طارق، تحدثت ربما عن تأثيرات على وضع أبناء محافظة الحديدة بما حصل، وأن ما زالت هناك مشاكل قائمة تمنع مسؤولي المحافظة من إدارة شؤون المحافظة. ما هي التحديات اليوم التي تمنع المحافظ وباقي المسؤولين من إدارة شؤون محافظة الحديدة ولو من المناطق المحررة حتى الآن؟ أخي الكريم، الآن صار إلزاما وصار واجبا انتقال محافظة الحديدة إلى مديرية الخوخة، وهو ما يتم الآن فعلا. هناك استعدادات وهناك إجراءات للانتقال المحافظة إلى مديرية الخوخة، وهذا هو المطلب كنا نطالب منذ فترة، ولكن للأسف الشديد تباطأت أو تأخرت المحافظة إلى أن أجبرت الآن إجبارا بعد أن تم اقتحام مقر المحافظة المؤقت في عدن ونهبه. هناك إجراءات نأمل أن تتم بسرعة، لكن من حين إلى آخر ما زالت الخوخة يا أستاذ طارق يعني هناك قصف واستهداف على المنطقة من قبل الميليشيا الحوثي، فعن أي أمان وموقع يمكن من خلاله إدارة شؤون المواطنين في الحديدة إذا كان الموقع غير آمن؟ لا أخي الكريم، مديرية الخوخة هي أكثر المديريات التي نستطيع أن نقول بأنها آمنة، فضلاً عن مديرية الدريهمي أو حيس أو التحيسة. مديرية الخوخة هي المديرية الأكثر أماناً. إذا كان هناك من بعض التسلل وهو يصل إلى أطراف المديرية، لكن المديرية بشكل كامل أو بإجمالاً أو ب 90%
هي حامله محرمه، ولا بد ان ندعي لتتحمل السلطه المحليه ذلك وتطبع الحياه في مديريه الخوخه وتعطي نموذج ايجابي للمناطق المحرره. نامل منها الان العمل على هذا الامر، ونامل من الحكومه ومن الرئاسه ومن التحالف اعادتها وتعاونها مع المحافظه لاداره شؤون محافظه الحديده من مديريه الخوخه. ان كان هناك من تخوفات فهي من قبل طرف التحالف الامارات الذي لا زال يسيطر او يؤثر بشكل كبير على مناطق الساحل الغربي، فنامل ان لا تتكرر تجارب عدن، ونامل ان تمحى محافظه الحديده بنفسها عن هذه التجارب وان لا نعيدها مره اخرى الى محافظه الحديده باذن الله. اشكرك جزيلا استاذ طارق. شكرا جزيلا لك طارق سرور نقيب المعلمين اليمنيين في الحديده، شكرا جزيلا لك. اعود للاستاذ راجي بسؤال اخير. استاذ راجي، ما البدائل المتاحه والممكنه لتستمر اداره مصالح الناس ولا تتاثر بما حصل؟ البدائل المتاحة هي الشرعية، وكما قال الدكتور عبد الكريم الإرياني، لو كانت الشرعية الدستورية أصلا مكسورة في زاوية الغرفة لتوكأت عليها. ليس لدينا مجال وليس لدينا مكان سوى شرعيتنا، والشرعية الدستورية هي في الأول والأخير هي الدولة وهي الحكومة، ولن تستطيع ميليشيا ولا غير ميليشيا أن تعمل. هي مجرد احتقانات ومجرد عبث، وربما تسميه لعب أطفال. أما الدولة ستظل هي الدولة، والحكومة ستظل هي الحكومة، ولو وليست الشرعية أصلاً ليست بأشخاص وليست بشخص أحد معين. الشرعية هي الشعب اليمني بالكامل، الشرعية هي الجمهورية اليمنية، هي ضد الإمامة، هي ضد الميليشيات، هي مع الدولة المدنية الحديثة. لا مجال ولا بدائل سوى بالدولة والحكومة الشرعية. وكما قلت، كما قال الدكتور عبد الكريم الإرياني، أعيدها مكرراً أكررها مرة أخرى، لو كانت الشرعية عصاً مكسورة في ركن الغرفة لتوكأت عليها. هذا ونتمنى حلول قادمة إن شاء الله في خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك عبر أقمار الصناعة ضيفنا الأستاذ راجي عمار، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج بين قوسين. في الختام تحية طاقم البرنامج، الأسبوع القادم حلقة جديدة بإذن الله.